خير البنات، دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ بخير هانين؟ المهم معكم بشرى بسمي الحسنيه. بصراحه كنت بغيت نكون اول ظهور ليا ماشي بهذه الطريقه، ماشي مشكل، كل حاجه وقتها. المهم كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، ونهاركم يدوز 5 5 مع فرقة السيدة سمي الحسنية. ايوا انا شديت الطريق، انا خصنا المهم هو اوسبيتاليزا البارح، شنو البارح وكلشي، هما عندو لوبيراسيون، مشاو نكملو الاجراءات. راكم عارفين عارفين كلينيكات وعارفين الاجراءات ديال الطبيب. كنتمنى الاهل يوريكم باس. صراحه قاصحه انك تجي كبار بحال هكا، انا كنت غادا حتى العيد عاد كنت غادي نمشي، لان ما بغيتش نبقى غادا جايه. داكشي علاش حتى الفيديوهات من الحسنيه ما بقيتش كنحط دي فيديو. ايوا كتاب انني نمشي دابا. ايوا هانتوما معايا، ان شاء الله غادي نوصل. ماما كتسناني، غادي نوصل نهزها صافي ونمشي للسطات، لانه دابا في السبيطار في السطات. اش كنت باغا نقول لكم؟ المهم هذا الفيديو انا ما كنتش باغا زعما نحط دي فيديو هكا يا هذا، ولكن بالنسبه كومون دير، وبما ان امي الحسنيه كتشارك معكم كل شيء، وديما كتشارك معكم اكثريه الحاجات الزوينه وتشارك معكم الطاقه الايجابيه، ولكن ما فيها باس انها تشارك معكم يعني جزء من الحياه ديالها اليوميه، لان اللي كيعرف لك كثير من الناس ان امي الحسنيه. شحال من وحده بعدا كتسولني كتقول لي واش امي الحسنيه غير بوحدها، واش عايشه غير بوحدها، زعما ما معاها حتى واحد، ما معاها حتى راجل في الدار. المهم الناس اللي قرابين ليها ولا كيعرفونا، زعما اللي كيتفرجوا فيديوهات كيعرفوا ان امي الحسنيه راه مزوجه، ولكن الراجل ديالها مريض. المهم هذه ماشي، ما بغيتش نعطيكم طاقة سلبية، ولكن هذه طاقة إيجابية، ونوريكم يعني المرأة المغربية الحقيقية، المرأة المغربية اللي كتصبر على كل شيء، المرأة المغربية اللي كتهز بالراجل ديالها إلى مرض. وأمي الحسنية هي مثال المرأة المغربية بامتياز، يعني الصبور الحنون زعما كلشي فيها. يعني أنا ملي كنبغي نهضر عليها فريمون كيف كيقولوا جي لي لارم اوزيو، يعني كتشدني البكيه. اون فوا كنبغي نهضر معاها كنبغي نهضر عليها كتشدني البكيه، وانا تعمدت انني نحط هذا الفيديو غير باش تشوفوا زعما الحياه ديالها كامله، وان شاء الله دوغينافون زعما من هنا القدام، لان نحنا ما جالسيش معاها ديما، يعني حنا كنمشيو يعني واخا تعاونيها واخا، ولكن حنا ما جالسيش معاها ديما، يعني هي اللي هزه الوالد وكلشي ليه، والناس عارفين انه يعني هو عنده مرض البيليبسي، وشاك فوا كيطيح الا كان واقف كيتهرس، يعني غنقدر نقول لكم هذه هي الهرسه السادسه، واخر هرسه كان ندير اكسيدون، تهرس كامل، يعني عامين هو جالس، عامين امي الحسنيه في السبيطارات بالترويض بهزه بكلشي، لانه ما كانش كينوض، وعامين عاد باش ناض، يعني ولا كينوض ولكن ماشي بزاف، كينوض غير بلي بيكي غير بالعكاكس. المهم الناس اللي قرابين لينا راه عارفين هذا الشيء. يعني المهم باش ما نطولش عليكم، انايا يعني والله ما كيهربوا لي الكلمات، والله العظيم اللي كيهربوا لي الكلمات. مي بون، فيديو ماشي للطاقه السلبيه، فيديو للطاقه الايجابيه، فيديو ان بنادم مخا كيدوزو مراحل من حياته خصو يصبر، الصبر ديال امي الحسنيه. المهم وانا معاها، كنتمنى اي واحد شاف فيديو ديال امي الحسنيه كتستحق الدعم. بالنسبه لي انا دعم معنوي اكثر من مادي. اش بغيت نقول لكم؟ المهم قلت لكم مرض لابيليبسي ما عنده حتى دواء، يعني خاص بنادم يتعايش معاه ويدير معاه اطونسيون، وهذا الشيء اللي كاين. المهم الا طولت عليكم
سمحوا لي، ولكن كان ضروري خصني ندير هذا الفيديو. ضروري أم الحسنية تستحق الدعم، البنات تستحق الدعم. كنتمنى غير تدعموها معنويا، تبارطاجيو القناة ديالها، تبارطاجيوها لأنها هي إنسانة. داك الضحك ديالها وداك الشيء راه بزاف الحوايج مخبين موراه. المهم أنا غنوريكم راني شادة الطريق، شادة الطريق، وإن شاء الله إن فنوصل غادي ندير معاها فيديو، وغندير معاها غندير فيديو حتى في لاكلينيك. الناس اللي كانوا كيتسناو ماما، كانوا كيتسناو ماما أنها تبان ب وي ماما لا خليها. الناس اللي كانوا كيتسناو ماما تبان الفيديو كله طاقة إيجابية، ولكن هذا حتى هو البنات فيديو كله طاقة إيجابية كله، يعني رغم لأن الوالد تهرس البارح، ورغم هذاك الشيء كامل كتضحك وكترد داك الشيء ضحك، كتقول هكا خصني زعما يعني الحياة هي هذه، ما غاديش صافي اللي وقع وغادي نبقى نتعصب. وهذا كله طاقة إيجابية، كله رسالة ديال الحب، ديال الصبر، ديال الكفاح، وإن شاء الله بالصبر وبالكفاح كل شيء غيوصل، أي حاجة باغيها. والمهم أن بنادم، والله تكتمشي لي الكلمات، والله العظيم كتمشي لي الكلمات البنات. إيوا هادشي اللي كاين، يعني كيف قلت لكم فيديو كله صبر، كله كفاح، كله عزيمة، كله أمل في الحياة. وإن شاء الله كنت بغينا نطلع لكم فيديو طاقة إيجابية أم الحسنية، ولو أنها تقدم معاكم غير البلبولة غير الكسكسو ديال البلبولة. المهم أنها تبان معاكم بالضحك واللعب، ولكن ماشي مشكل إن شاء الله. هانتوما معانا، غادي نمشي نشوف الوالد واش غيدير لوبيراسيون اليوم ولا لا، وباش ما كان راه غادي. صباح الخير، انا ام الحسنيه هزيت، انا وصلت. صباح الخير عليكم، كديري لاباس عليكم، كديري مع الصحه، كديري انا وليداتي بنياتي. بنتي وصلت للفيلاج، هي هزتني وحنا غاديين. احنا غاديين في الغادي. غادي للسبيطار، عند مول الدار. ناعسيه في السبيطار. ايوا ام الحسنيه راه والفه الطريق دابا، ما عرفتش شي صدمه، ما كانش في السبيطار ديت عليه. ولفت اسي توا كاميليا، ولفات ماما السبيطار، ما بقاش عندها السبيطار، ما بقاش عندها مشكل. ايوا المهم هي الطاقه الايجابيه جات. طريق السلامة، طريق السلامة إن شاء الله. المهم هو راه فيني كيف قلت لكم. إيوا أم الحسنية راه توحشوك، وسلمي عليهم. توحشتهم بزاف، توحشتهم، ومرحبا بالضيوف الجداد والمتتبعين الجداد، ومرحبا بهم. وأمك الحسنية ما تيش تسقم، ما تيش تدخل من السبيطار، ما تيش عادي تشوف عادي مع مول الدار. الله يجعلها في ميزان الحسنات، هذاك الشيء اللي كاين. الله يجعلها في ميزان الحسنات، الله يجعلها في ميزان الحسنات. من الحسنية والله العظيم لا مثال، المرأة المكافحة الصبورة. فين ما كيكون الصبر، خلاتها ماما ديما كتقول هذه الكلمة، فين ما يتعدى الصبارة ترى اش كتقولي؟ فين ما يتعدى الصبارة تتعلق، ولا كان باب الصبر ما عليه زحام، باب الصبر مفتوح. ولكن ماشي كلشي واقف عنده، ياك ماما؟ هذاك الشيء اللي كاين. ايوا الحمد لله، الحمد لله. المهم انتم معانا، انا هزيت دابا الوالده، غادي نمشيو، هو باقي ما دارش العمليه، انتم معانا غادي تشوفوا. هذه غير باش تعرفوا راه ام الحسنيه راه كتعطيكم الطاقه الايجابيه، راه ماشي كلشي عدى زوين، وكلشي الحياه ضاحكه، وكلشي راه كل نهار وكي داير، كل نهار ورزقه. ايوا هذا الشيء اللي كاين، الله يهديك. وكانت نعرف راه كنت ندير دار الذكريات، من بلادي كانوا صغار، الطفوله ديالي، وكيفاش دوزت الحياه ديالي، وكيفاش دوزت الزواج ديالي، وكيفاش دوزت مع بنياتي في المدرسه، ومع طريقهم، ومع قرايتهم، ومع الكافيه ديالهم. ولكن ما كنعرفش نقرا، غنتعلم، غندير في دار الذكريات. غا اوديوات، سجلي غا اوديوات. هذاك الشيء اللي كاين. ايوا البنات، كاميليانيس. صافي قلت لكم، المهم حنايا ام الحسنيه راه ديما ضحكه، واخا تكون ضاربه فيها حتى العظم. شنو نضحك باش تفوج على راسنا؟ اش غندير؟ واخا تكون كاين، واخا نكون مغده، واخا نكون لابد ما كنضحك، اش غندير؟ ايوا هادي طريق السطات، حنا غادي دابا شادين طريق السطات ان شاء الله، وطريق السلامه لينا وجميع المسلمين، وكاع اللي كاع بالطريق وعواشر هادي.
ما يسهل علي ودي في السلام وجو في السلامة. كنا بغينا نبانو معاكم بشي وصفة مع أم الحسنية ديال زمان ولا، ولكن تا هادي ماشي مشكل. كيف قلت لكم أنايا ما كنتش بغا نشارك معاكم هادشي، ولكن مادام أم الحسنية كتشارك معاكم كلشي إلا وخاصكم يعني تشوفوا يعني الوجه الثاني، الوجه الثاني من الحياة. ايوا هادشي اللي كاين البنات. والمهم ملي غادي نوصلوا ان شاء الله، بعدا راه باقي بلا فطور، ما فطرتي انا مازال ما فطرت. شفت باش تلقاوها؟ والله العظيم مازال انا ما فطرت. ديال الحياه فيها الزوين فيها الخايب، كي بنادم تا هو كي انسان هو تلاقي مع بنادم الزين تلاقي مع، ولكن بعدا كلشي زوين. لا ماما ما كلشي زوين. لا ماشي كلشي زوين، كاين الخايب وكاين الزوين. تلاقي مع الزين تلاقي مع الخايب، حنا حجر وطول. هذاك الشيء حجر وطول صافي. المهم تشوفوا اش كاينو وحنا معاكم. يلا طريق السلامة. يلا السلامة. باي. ما غادي طريق السلامة ليك. نسول باش دير الان واش غادي الامالية؟ خاصك الدواء اصلا خاصك تشربو. ما شربتي؟ 11 ديال نص ديال النهار ولا ديال الليل؟ ديال الليل. قال لك الدواء قالك راح تبقى تجري. ولكن الدواء شربو. مع السؤال شرب الدواء قالك خاص تاكل موالي. هضر معايا البناج بيره. هضر معايا البناج. واخا واخا ايوا سلم. مبكين باغي يبان باغي يبان في السبيطار. اللي داو معاك في الشفاء. هضرك سلبيه. واش محيدين لك حوايجك كاملين؟ يعني ملبسينك ديال العملية؟ ايوا صافي صافي. ايوا هانتوما راه لابس ديال لاباس دخل دابا العملية. دعواتكم معاه بالشفاء ان شاء الله ويعوض على خيلته لانه تهرس من الفخذ ديالو عاود ان شاء الله. الحمد لله. جاب الله مرحبا بهم عندنا ما غنقول. الحمد لله الحمد لله. أول دوار لي في السبيطار كان سكين مغيبان ديما كيبغي يصور مع ماما ولكن ما كتبش. ماشي مشكل إن شاء الله إن شاء الله بالشفاء. دعم على الشفاء اليوم عندكم غير الدعوات ديال الشفاء. شكرا لك. نتسناو غادي ندخل دابا للعاملين، نتسناوكم غير شي دعوات تاع الخير. إن شاء الله. خرجوا على سلام وبسلام وعاونوا بالدعوات. الله يحفظكم انتم وينجيكم ويعافيكم. ماشي منهم ماشي كتقاد فيه شي كلمه بالمشاهدين. شحال بالمشاهدين؟ شكون اللي من المشاهدين خرجتي على خير من العمليه؟ والله الله ينجحهم يدعوا معنا بالشفاء خرجنا من العمليه خرجنا بخير وبخير. اللهم امين. وشافي جميع المسلمين وجميع المرضى. يلاه خرج دابا باقي بان لي الشفاء. يلاه خرج من العمل كاع شنيا السعاده. الحمد لله. رضي على الدريات. الدريات الحمد لله راهم رجالة ماشي عيالات. الله يرضي عليهم. الله يفرح بالرزاق. ما رجعتهم. ما رجعتهم امهم راتها هي راتها الحمراء. هذاك الشيء اللي كاين. يلاه بسلام عليكم. هذا نهار أم الحسنية مع با عبد الجبار. دعواتكم بالشفاء العاجل. الحمد لله. ما ينساوناش ان شاء الله المتبعين ديالي، ما ينساوناش من دعوات هاد الخير.